السلام عليكم، معكم على مشاهد كل يوم فيديو جديد. اليوم راح أتكلم عن موضوع كتير مهم بالنسبة لشراء السيارات المستعملة بألمانيا، واللي هو موضوع السيرفيس تبع السيارة. طبعا هون السيارات بألمانيا موضوع شوي صعب، موضوع التصليح كتير غالي بألمانيا. هون بأي شخص بحب يشتري سيارة مستعملة من الوكالة، طبعا تكون ماشية شي 20-30 ألف كيلومتر تقريبا، طبعا بيعطوهن من الوكالة تقريبا 2 سنين كفالة. بقى الشروط الأساسية للكفالة هي إنه لازم تضل السيارة تعمل سيرفيس عند الشركة أو عند وكيل السيارة. مثل أنا معي السيارة، هي سيارة BM فيها كفالة 2 سنين تقريبا. وشروط السيرفيس، الشروط الأساسية للكفالة هي السيرفيس. طبعا كفالة أو سيرفيس سيارة BM كتير كتير غالي، فرح اشرح لكم نقطة كتير مهمة، اللي هي اي شخص حاب يشتري سيارة BMW سواء من الوكيل او من اي شخص ينتبه موضوع مهم كتير، اللي هو موضوع السيرفيس. طبعا سيارة BMW فيها مثل برنامج اسمه الايد غايف، او البرنامج هو السيستم تبع السيارة هو الايد غايف. فيك تطلع على كافة سجلات السيارة من اول ما تقريبا مشيت السيارة، بيعطيك بشكل مفصل كل المعلومات الموجودة بالسيارة. نحن بلش مثل ما شايفين هون، معلومات السيارة كاملة، موضوع السيرفيس كله بشكل عام عن السيارة. اللي هي ليك السيرفيس بدارف. نجي لأول نبين معكم هون، نجي لأول خيار اللي هو موضوع زيت محرك السيارة. مثل ما شايفين هون محرك السيارة بيمشي معك لسا ل 15 ألف كيلو تقريبا لغاية عام 2022. طبعا هو لما تغير زيت انت بسيارة البي ام دبليو بتمشيك تقريبا السيارة 30 ألف كيلومتر أو 2 سنين. هاي موضوع الزيت خلصنا منه. موضوع الفرامات كمان، السيارة هاي لازم تشيك عليهم أقل شيء بسنة 2022، تشيك على الفرامات الأمامية والخلفية للسيارة. نجي البند اللي تحت كمان، اللي هو فارتسويك أنترزوخ، هي فحص عام للسيارة كمان. هي السيارة بتطلب منك كمان سيارة البي ام دبليو كمان لغاية 2022، يعني تقريبا فيها سيرفيس هي السيارة 2 سنين تقريبا. هون في عنا الأبغاز، هذا موضوع كتير مهم بألمانيا بالنسبة اللي مشان عندك توف للسيارة، ممكن لا سمح الله السيارة تكون فيها مشكلة بالأبغاز تبعها، بقى ما يعملوا لها توف. بقى هي كمان لسنة 2022 كمان لازم تعمل لها اختبار الانبعاثات أو مسميها نحن هون الأبغاز. في عندك الفارتسويك شيك كمان، اللي هو الشيك عام للسيارة لغاية 2024 أو 41 ألف كيلومتر. فهذا الموضوع كتير مهم بسيارة البي ام دبليو. أي شخص حاب يشتري سيارة بي ام دبليو لازم يطلع على هذا السيرفيس الموجود بالسيارة. إذا كان السيرفيس منتهي أو باقي له فقط 5 أشهر أو 6 أشهر أو شهرين، لازم صاحب السيارة اللي بيبيعك إياها يعمل لها سيرفيس أو ينزل لك من سعر السيارة، لأنه سيرفيس سيارة البي ام دبليو كتير غالي. يعني على مستوى غيار زيت المحرك بكلف 400 يورو هون بألمانيا فقط لا غير. فيها كمان موضوع اشرح لكم اياه كمان هون بالفارتسويك هون كمان موضوع السيارة. هي السيارة كمان بالنسبة للزيت بتفحصوا من خلال الشاشة، يعني ما فيها زيت محرك. سيارات البي ام دبليو اغلبيتها انه ما فيها موضوع سيخ الزيت، نحن بنقوله بسوريا او ما بعرف عنكم بالبلدان شو بتخبروا او شو بتسموه بشكل عام. بقى ممكن تحفظ تعمل لها فحص زيت الكتروني عن طريق الشاشة من هون. برنامج الايد غايف الموجود بسيارة البي ام، شو المواصفات الموجودة فيه وكيف تتحكم بالسيستم تبعه بشكل عام. هي السيارة موجودة معنا، هي سيارة 2016 اسمها هون اكتيف توغا. مثل ما شايفين هذا النظام، نظام كتير ذكي وسريع الاستجابة. اول خيار اللي هو الملتي ميديا، ممكن سيدي تحكم يعني
او ممكن تسمع سي دي، اي سي دي معين. في عندك الاكسترا جيجات، بما معناه بالعربي انه فيكم توصل تليفونك بالبلوتوث مع السياره بصيغه استماع، مثلا بشكل يعني مثل ما بتحب انت تسمع الاغاني، تسمع لاي شيء، او الراديو عن طريق الموبايل. هاي هو الخيار اللي هون كمان بتحكم انت هون بالباس بالنسبه لسيستم الصوت بالسياره. في عنا هون الراديو كمان، تليفون. طبعا لما توصل ان تليفونك بلوتوث ممكن تصير تتكلم فيه من عن طريق السيارة. السيارة طبعا فيها سماعة خارجية، أي اتصال ممكن ترد فيه من خلال المقود مثل ما شايفين هون عنا، تحكي بوضعية بسموها حر اليدين هون، يعني بدون ما تستخدم ايديك. في عنا نظام الجي بي اس، هذا نظام كتير متطور وحديث لسيارة البي ام دبليو، سهل الاستخدام. هون بأوروبا بدون جي بي اس صعب تمشي بقلبها، يعني صعب كتير كتير صعب. بس المشكلة انه بده تحديث كل سنة وبيكلف مصاري. في عندك موضوع كونكت درايف، هذا موضوع كمان تختص فيه سيارات البي ام دبليو. ممكن حسب الاشتراك، انت بتعمل اشتراك سنوي بتخبرك عن اخبار يومية مثل ما شايفين هون نيوز. ممكن تشوف انت الطقس مثلا بشكل عام، ممكن تشتري عن طريق المتجر اللي هون. كمان في بعض مواصفات بالسيارة بتشتريها بمصاري كمان، مثل مثلا فيك انه تنزل للسيارة هي ريموت كنترول عن طريق الجوال، تحكم فتح اغلاق السيارة. طبعا كله بتشتريه من الستور الموجود بالبي ام دبليو اللي هو بي ام في اونلاين دوت دي اي. طبعا هذا النظام مفعل بكل دول العالم، يعني بدك تشوف انت حسب البلد شو مفعل لك فيها ميزات. خلاص هذا موضوع الكونكت. في عنا هون ميزة كتير حلوة بسيارة البي ام دبليو، اللي هي بتعطيك مثل اللي هي سيارة. طبعا بسيارة البي ام كلها سيارات، اغلبية هي سيارات رياضية، بتعطيك هون التورك وبتعطيك البي اس للسيارة عن طريق تشغيل السيارة وحسب عزم دوران المحرك. عداد الرحلات للسيارة، في عندكم هون الضبط كمان بالنسبة لضبط المكيف، الإضاءة، وشايفون هون موضوع توفير البنزين كمان، موضوع البارك. هي سيارة فيها أوتو بارك كمان بتعطيك بعض الميزات، فيك تتحكم فيه كمان بشكل عام. البروفايل فيكم كل، يعني هاي هذا في اسمه كل، مثلا إذا كان بالسيارة بيطلع فيها أكتر من شخص، مشان ما يطلع كل شخص ويبدل مثلا المقود، يبدل يظبط المرايا كذا، فيك تخزن هدول على ثلاث مراحل، بروفايل واحد اثنين ثلاثة. هاي كمان كانت نظرة سريعة على برنامج الايد غايف بي ام دبليو، زائد بعض المعلومات اللي شرحت لكم اياها بالفيديو عن موضوع السيرفيس اللي هو موضوع كتير مهم بسيارات البي ام دبليو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمقطع. لا تنسونا بدعم واشتراك القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.